طيب، عندي سؤال من البث الحي بتسأل الحقيقة، أو الحساب بيسأل عن الصلوات الفائتة أو قضاء الصلوات الفائتة. ممكن لو فاتوا أو فاتتها صلاة أو اثنين أو ثلاثة، نعم، تجملها جميعا في آخر الليل وتصليها بالترتيب؟ ليه؟ الأصل أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها اللي هو أول ما يأذن الأذان نقوم نصلي. طيب، معانا وقت كمان لحد قبل دخول الصلاة الأخرى، كل ده اسمه وقتها. فأما تجميع الصلاة مع الصلاة أو تجميع الصلوات كلها، أولا هذا مكروه وبعض العلماء اعتبره حرام. لكن يعني يمكن واضح في السؤال، أو البعض بتفوته صلوات كتير مولانا، مضطر يعني في عمل في سفر وما شابه يعني، فممكن الصلوات اللي فاتته دي، ويمكن هو ده السؤال، يعني فاتوا الظهر مثلا والعصر والمغرب، فيرجع بعد ما يرجع بالليل بعد ما يصلي العشاء مثلا، يصلي الصلوات دي بالترتيب ولا يتصرف لا ازاي؟ هو في الحقيقة يعني عمليا يعني أتصور أنه يستحيل على الإنسان أنه يجمع الظهر والعصر والمغرب مع بعض. يعني هذا أمر مستحيل، ربما يكون في بعض الأمور الحالات النادرة جدا، يعني كالطبيب اللي بيدخل أوضة العمليات ما بيخرجش إلا بعد مثلا 7-8 ساعات. طب ليه أنا بقول مستحيل؟ وربما البعض يراجعني في المسألة ويقول لي ليه مستحيل، يعني ده طبيعي جدا والناس بالزبط وراها أشغال، ده ممكن تقعد بتحصل كتير يعني، ده أنت ممكن تقف في الطريق تستنى عربيات مواصلات، وبعدين المواصلة كمان بعد كده تقعد 7-8 ساعات على ما تروح بيتك يعني. أقول هذا نعم، لكن إحنا أنا قلت مستحيل ليه؟ لأنه الإنسان لو درس فقه الصلاة هيستريح جدا ومش هيجمع صلاة مع صلاة. ما إحنا قلنا قبل كده يا سيدي الظهر أذن، ها؟ وأنت شايف إنك هتبدأ رحلة أو هتبدأ مشوار أو هتبدأ عمل مش هتخلص منه إلا العشاء، يصلي إيه؟ نقول لك خلاص الموضوع بسيط، صلي العصر دلوقتي مع الظهر، صلي الظهر وبعدين صلي العصر وروح مشوارك بقى، ربنا يعينك إن شاء الله تخلص الساعة 12 بالليل. يعمل إيه بقى وقتها؟ صلي المغرب مع العشاء، يصلي جامعة أخيرة. أيوه، شفت بقى الدنيا فكت إزاي؟ فنقدم العصر مع الظهر، واخد بالك؟ طالما أنت عارف إن أنت هتتشغل من بعد الظهر لحد ما لا نهاية. طيب، يبقى خلاص وقت ما تخلص صلي المغرب والعشاء جامعة أخير، ودلوقتي صلي العصر والظهر جامعة تقديم. نعم. العرسان اللي بيتجوزوا دلوقتي، ما أنت مش هتطلع من بيتك إلا بعد الظهر، والعروسة مش هتطلع من البيت تروح الكوافير إلا بعد الظهر، تفضلي قاعدة هناك لحد المغرب، ومن المغرب تطلعي تقعدي في الكوشة بتاعتك لحد الساعة 17 بالليل، مش كده؟ طيب خلاص يا بنت الحلال، قبل ما تطلعي من بيتك صلي الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر. طيب، ولما تروحي بيت جوزك بقى الساعة 17 بالليل دي، أول حاجة تعملوها صلوا المغرب والعشاء مع بعض. كويس، واخد؟ شفت بقى الدنيا فكت إزاي؟ أيه. لكن فكرة بقى إن أنا أقول لك أصل أنا يا عم أنا مشغول، فهو من البداية هو رتب مواعيده انه يجمع الظهر والعصر والمغرب مع العشاء. نقول لا، عده بعض العلماء حرام. ليه؟ لان انت عندك سعه انك تنظم وقت الصلاه، او في رخص كان يجب ان انت زي ما انت بتنظم يعني وقت العمل. ما انت العمل ده انت اللي منظم مواعيده. نعم، فالاولى ان تنظم اوقات الصلاه. نعم، واضح فضيله الشيخ، بشكرك شكرا جزيلا.